نعم، يقول: عند زيارتي لمقبرة ومرقد لأحد الرجال الصالحين بعد السلام أقرأ سورة الإخلاص 8 مرات وأدعو الله للأموات أو صاحب المرقد مبتدئا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أختم قراءتي ودعائي بقولي: وأهدي لهم مني ثواب سورة الفاتحة وأقرأها، فهل عملي هذا صحيح؟ طيب، نقول قراءة سورة الإخلاص 8 مرات بعد السلام هذا لا أصل له من الشرع، وهو من البدع المستحدثة عند فاعليها. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم. وكذلك إهداء سورة الإخلاص سورة الفاتحة لهم. نعم. هو أيضا من الأمور التي لم يأتي بها الشرع عند زيارة القبور، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن يقول الزائر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. لا. فهذا السلام الجامع بين الدعاء لهم وبين السلام والتحية هو خير ما يقوله المرء لما في ذلك من اتباع السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثمة أمر أفضل من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بما هو أنفع وأنصح الناس للخلق، فلا يمكن أن يدع الشيء الأفضل ثم يرشد أمته إلى ما دونه. لهذا ننصح أخانا هذا السائل أن لا يتجاوز ما جاءت به السنة عند زيارة القبور. وأما صلاة الركعتين التي أشار إليها في آخر السؤال عند القبر، فهذا إذا كان في مقبرة فإنه لا يجوز، لأن الصلاة في المقبرة حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. فالصلاة إلى القبر بمعنى أن يكون القبر بينك وبين القبلة، هذا حرام ولا يجوز. نعم. وكذلك أيضا المقبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها المسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. المقبرة ليست محلا للصلاة، وإنما يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خرج إلى جنازة رجل دفن أو امرأة كانت تقوم المسجد، فلما علم بها خرج إليها فصلى على القبر صلى الله عليه وسلم. فلا يستثنى شيء من الصلاة يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة. وهذه أيضا تختلف عن قصد السائل عبد الله حامد، لأن صلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود. أيضا بقية سؤاله يقول: وهل يجوز الدعاء له، وهل تجب على من دخل مقبرة أن يقرأ سورة ياسين؟ لا، لا يجب أن يقرأ سورة ياسين، ولا يشرع أن يقرأ أيضا، بل نقول له: لا تقرأ، وإنما تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكرناه في أول الجواب. نعم.